بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الكرام، بعد أن ينتهي العرض، عرض الأعمال والحساب ولإتمام العدل، لأن الله عز وجل وعد أن من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لذلك العباد يأخذون صحائفهم معهم وينطلقون بعد الحساب إلى مقام عظيم. ورد في حديث حسنه بعض أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، في يوم القيامة لكم أهلون أتذكرونهم؟ فقال: أما في ثلاث مواضع فلا يذكر أحد أحد. وذكر منها هذا الموضع، وهو موضع الميزان. ما هو الميزان؟ ميزان خلقه الله عز وجل، له كفتان. ميزان حقيقي له كفتان، الكفة الواحدة تسع السماوات والأرض من عظمتها. ووحدة قياس هذا الميزان ليست الجرام ولا أقل من ذلك، بل إنه من يعمل مثقال ذرة، ذرة ولو خردلة ولو أقل من ذلك، فهو موجود عند الله عز وجل. ما لك تأخذه وما عليك تحاسب عليه. الكفار إذا أقبلوا إلى ذلك المقام يجعل الله عز وجل عملهم ضائع، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا قيمة له، ولذلك لا قيمة لهم في ذلك المقام. لكن أهل الإيمان، أمة محمد التي نجت، يقفون بين يدي الله في ذلك المقام معهم صحائفهم، ثم بعد ذلك توزن، توضع، يبدأ يقرأ الكتاب: اقرأ كتابك. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيبدأ يقرأ، يستعرض: في يوم كذا قمت الصباح، صليت مع المسلمين الفجر، هذه حسنات، ضعوها في ميزان الحسنات. قرأت الورد الفلاني، حسنات. قرأت آية الكرسي، حسنات. خرجت من باب المسجد فوقفت أتكلم مع صديق لي فاغتبنا فلان، سيئات. اسحب من حسناته وضع في ميزان سيئاته. ثم بعد ذلك ذهبت إلى بيتي فنمت، قمت إلى عملي، جلست، تكلمت، وكل شيء يستعرض. حسنات توضع في ميزانك، سيئات توضع في ميزانك، وهكذا توضع الحسنات والميزان، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، لا يمكن أن يظلم أحد ولو مثقال الخردلة، لا إله إلا الله. ينجح أقوام فترجح حسناتهم، فيأخذون صحائفهم فيعطون نور على قدر أعمالهم، نور، ثم يتجاوزون هذه المرحلة إلى التي بعدها وينتظرون، لا أحد يتجاوز، ينتظر. وأقوام يرسبون وتضيع حسناتهم، قد يعذبهم الله عز وجل في النار فترة، أو المهم تحت مشيئة الله، هذا الموحدون طبعا. لكن يحدث موقف عجيب جدا، انتبهوا يا إخوة، ينصب بين الجنة والنار سور، فيقف عليه أقوام، لا هم الذين دخلوا الجنة فتجاوزوا بحسناتهم، ولا هم الذين دخلوا النار لأن حسناتهم أقل، وإنما واقفون بسور. السور هذا اسمه الأعراف، يقف عليه هؤلاء الأقوام، إذا التفتوا يمينهم يرون أهل الجنة، وإذا التفتوا إلى يسارهم يلتفتون فيرون أهل النار، يعرفونهم بسيماهم، فيدعون الله عز وجل أن يخلصهم من هذا الموقف. يحبسون يا إخوة على هذا السور أيام، واليوم الواحد إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعد. يحبسون لماذا؟
لأنها تساوت حسناتهم مع سيئاتهم. احنا ايش قلنا؟ قلنا أن الحسنة أو الميزان في هذا الميزان بالذرة، يعني لو قال سبحان الله وبحمده فقط زيادة على الأعمال لرجحت كفة الحسنات وذهب مع أهل الجنة. أرأيتم الآن قيمة الحسنة وقيمة العمل الصالح؟ ولو كان يسير في عينك فهو عظيم عند الله، فقد يكون نجاتك من ذلك الموقف هو صلاة تصليها على رسول الله، أو ركعتان تركعها بين يدي الله، أو آية تقرأها. فيا حسرة المفرطين، يا حسرة من تضيع عليهم الليالي والأيام وهم لا يذكرون الله إلا قليلا، يا حسرة من يعيشون في مثل هذه الليالي، الناس تأتي إلى بيوت الله تصلي وتسبح وتهلل وهم إما أمام ألعاب أو أمام تلفاز أو أمام ضياع، والله لا يتحسرون هناك في ذلك المقام على هذه اللحظات التي ضاعت عليهم. الليلة ليلة 27 يعني غدا، أرجوكم يا كرام لا تعبث بعقولنا موضوع الرؤى وما الرؤى، لا، انتبهوا واستثمروا كل فرصة تقربكم إلى الله عز وجل، كل لحظة تقربنا من الله استغلها، فوالله لا تدري أين نجاتك، فقد تكون سبب دخولك الجنة هو صدقة تصدقتها على إنسان، وليس هذا مقام الشرح، وإلا لا أذكر لكم مواقف أشخاص عملوا كثير من الصالحات لكن كانت النية فيها ما فيها، وعملوا مرة واحدة عملا صالحا فإذا بهذا العمل يدخلهم الجنة، صدقة أخفاها لا يعلم بها أحد قد يدخل هو بسببها جنة الله، وجنة الله عز وجل هي رحمته التي يرحم بها من يشاء من عباده. إذن هذا هو الميزان، كفتان توزن الأعمال، من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، أمه يعني جبهته، أمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية، أعاذنا الله وإياكم من النار. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته ومرضاته، وأن يثبتنا على دينه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.